الفرجاني كذلك نموذج مهم جدا للزمالك في فترة الزمالك، كان في حاجة للاعبين بشخصية، للاعبين ليدرز، وأنا أعتقد الفرجاني هذا اللي خلاه ينجح مع الزمالك، إنه ليدرز وإنه عرف يخلي اللعيبة يعطيه الثقة فيه. صحيح. وكرويا خاصة كرويا كمل طارق حامد. اللي ما عندش طارق حامد، الحتة اللي غايبة على طارق حامد تحصلها عند الفرجاني. صحيح. اللي هي الربط، اللي هي زيادة في الشق الهجومي كذا كذا. من قبلهم كان في كذلك حمدي النجاز اللي في فترة ما كان جيد جدا مع الزمالك، ولكن صحيح. ما استمرش حمد، يعني مرة فوق مرة تحت، وبعدين انتهت العملية بطريقة مش حلوة للطرفين. ولكن صحيح. في الأخير أنا نقول فعلا تجارب حلوة جدا، أنيس بوجلبان كان قبلهم في النادي، وفي فخر الدين بن يوسف كمان في الإسماعيلي دلوقتي، فخر الدين بن يوسف ماشي فخر الدين كويس. فعلا يا إبراهيم توا واصل فخر الدين، ولكن حسينا أنه كسب ثقة الجميع في الإسماعيلي، يعني بدأ تدريجيا ياخذ مركز رئيس الحربة، وبدأ يثبت نفسه بتسجيل بعض المواقف الصعبة خاصة ضربة الجزاء الحاسمة. يعني في كمية من اللاعبين، حتى في لاعب متاع الاتحاد المونستيري كذلك مهاجم جيد جدا سريع يلعب كذلك في مصر، سامحوني غاب عليه اسمه، ولكن قل لي في انهي تاريخ في انهي فرقة وانا اقول لك. انا مش متذكر الفرقة بالضبط، بس شكلها تلبس ازرق اذا صدقني ربي، لاعب جد جد سريع ومهاجم. حسام حسن في السموحة مثلا جدا، ولا قبل كده؟ ممكن لا في السنة هذه السنة اللي فاتت، هو جاء السنة اللي فاتت لمصر، لكن اجمالا صراحة انا كتونسي وكلاعب كرة ويهمني شأن الكروي، افتخر بعلي معلول والشيء اللي قدمه، يعني كلاعب تونسي اكيد، كلاعب دولي، كلاعب محترم خلنا نقول مع الاهلي والفرجاني كذلك في الفترة الاخيرة بصراحة.